اجتماع رباعي لمسؤولين من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر بحضور رئيس المخابرات الإسرائيلية بروما الأحد القادم للوصول لاتفاق هدنة في قطاع غزة. خلال جلسة بمجلس الأمن، الأمم المتحدة تؤكد أن مشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن الأونروا تقوض أسس القانون الدولي. قبيل ساعات من افتتاح الأولمبياد، تخريب شبكة قطارات باريس وتعطل الرحلات بالقطار بين باريس ولندن. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه 94 بعد 200 على التوالي، تزامنا مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة. يأتي هذا بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه البري والبحري والجوي على القطاع. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل بأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد مصدر رفيع المستوى انعقاد اجتماع رباعي لمسؤولين من مصر والولايات المتحدة وقطر بحضور رئيس المخابرات الإسرائيلية في روما يوم الأحد القادم. وأضاف المصدر أن اجتماع روما يأتي في إطار استمرار جهود الوسطاء للوصول لاتفاق هدنة بقطاع غزة. كما أشار المصدر رفيع المستوى إلى أن مصر أكدت تمسكها بضرورة الوصول لصيغة اتفاق تقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. وأكدت مصر كذلك تمسكها بضرورة ضمان دخول المساعدات وحرية حركة المواطنين والانسحاب الكامل من منفذ رفح من الجانب الفلسطيني. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه البري والبحري والجوي على قطاع غزة لليوم 94 بعد 200 على التوالي. هذا وقد استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال ومدفعيته المتواصلة على أنحاء متفرقة من القطاع. وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب حي تل الهوى والزيتون في مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف، في حين أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائف على مخيم الشاطئ غرب القطاع. أسفر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي عن استشهاد 39,175، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,403 فلسطينيين في حصيلة غير نهائية. حذرت الأمم المتحدة من أن مشاريع القوانين الثلاثة والتي أقرها الكنيسة الإسرائيلية المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف، وستكون لها عواقب وخيمة وفورية، وستعرض جميع موظفي الأونروا للخطر المباشر. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، بطلب من الجزائر والصين وروسيا لمناقشة الوضع الإنساني في غزة. من ناحيته قال ممثل الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع إنه لا يمكن تجاهل تحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي الأمراض بين سكان النازحين، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة فتح جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة.
أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور على استقبال المحافظة للمساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية الخاصة بقطاع غزة عبر ثلاثة محاور برا وجوا وبحرا، حيث استقبلت المحافظة مئات الآلاف من أطناب المساعدات خلال الفترة الماضية. جاء ذلك خلال استقبال المحافظ يرافقه راشد المنصوري الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسلطان الكعبي المتحدث الرسمي للشؤون الإغاثية في عملية الفارس الشهم 3، والدكتور أحمد مبارك المدير الطبي للمستشفى الإماراتي العائم بالعريش لسفينة المساعدات الإماراتية أثناء وصولها إلى ميناء العريش البحري. حول جهود مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية والتي آخرها سفينة المساعدات الإماراتية التي وصلت إلى العريش، كان الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري قد وافانا بهذه الرسالة والتي ثمن فيها محافظ شمال سيناء ثمن الدور الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة في دعم الأشقاء في فلسطين. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم كل الجهود المصرية والدولية الكبيرة من أجل استقبال المساعدات المتنوعة وإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نتحدث معكم اليوم من ميناء العريش البحري والذي استقبل أكبر سفينة مساعدات إماراتية قادمة من الفجيرة، وصلت بالفعل إلى ميناء العريش البحري بعد 18 يوما من الإبحار. نتحدث عن أكثر من 5000 طن من المساعدات الغذائية والإنسانية، فضلا عن المساعدات الإيوائية للشعب الفلسطيني الشقيق، هذا بالإضافة إلى وصول مستشفى عائم إماراتي كبير ليلبي كل احتياجات الأشقاء الفلسطينيين من الجرحى والمرضى. هذه المستشفى بالفعل تتكون من 4 طوابق بها عيادات خارجية وبها عناية مركزة وصيدلية ومعامل تحاليل وغيرها من المستلزمات الطبية والدوائية الأخرى. إذن نحن أمام يعني مساعدات دولية كبيرة استقبلتها مصر من ميناء العريش البحري، والذي أصبح مجهزا لاستقبال كافة المساعدات لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. انطلق حفل افتتاح بطولات أولمبياد باريس 2024 في العاصمة الفرنسية، وتستمر البطولة حتى 11 من أغسطس، ويشمل الحفل مشاركة 85 قاربا يحملون 7000 رياضي في عرض عائم بطول 6 كيلومترات في نهر السين في قلب باريس. وانطلق الموكب مرورا بكاتدرائية نوتردام إلى أن يصل بالقرب من برج إيفل بعد المرور تحت جسور وبوابات من بينها بون ديزار وبون نوف، بالقرب من العديد من المعالم العاصمة الفرنسية. تعرضت شبكة القطارات السريعة التابعة لشركة السكك الحديدية الفرنسية SNSV لأعمال تخريب تسببت في اضطرابات شديدة، وقالت مصادر إن أعمال التخريب كانت منسقة بشكل واضح بعدما كانت الشركة قد أعلنت تعرضها لهجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل شبكتها للقطارات السريعة قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس. أعلنت وزارة الداخلية مدى فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. يأتي ذلك اعتبارا من 1 من أغسطس ولمدة شهر، انطلاقا من حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. استمرارا لما تحققه مبادرة كلنا واحد من نجاحات في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من المبادرة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية
بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق وبجودة عالية. ونظرا للإقبال الكبير من المواطنين على فعاليات المبادرة لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، فقد قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 26 من المبادرة اعتبارا من الأول من أغسطس ولمدة شهر. أنا جيت النهاردة لقيت إن المبادرة عاملة تخفيضات بتوصل لـ30 و50%، فدي حاجة بتساعدنا جداً عن إن إحنا نشتري كذا منتج، مش منتج معين أو منتجات معينة، لا خالص، السيل على كذا منتج. إحنا بنشكر سيادة الرئيس على مبادرة كلنا واحد، أتمنى إنها تستمر لأنها فعالة ومجزية لكثير من الناس. طبعاً المبادرة بتوفر لنا حاجات كتيرة جداً، رز ومكرونة وزيت وسمنة وكل حاجة ولحوم وكل حاجة، وعشان كده بنقدر ان احنا نوفر كمان منها. في تخفيضات كبيره جدا على الرز وعلى الزيت، على الادوات المكتبيه، على الادوات المدرسيه، على الادوات المنزليه. ده حاجه كويسه من الدوله وحاجه كويسه من سياده الرئيس، واحنا بنتمنى الحاجات دي تستمر في كل الاماكن يعني. انا حابه طبعا اشكر الرئيس على المبادره دي وعلى الاسعار المميزه اللي بتساعدنا ان احنا نعيش عيشه احسن. هذه المرحله من المبادره تتميز بمشاركه واسعه من الشركات والاسواق والسلاسل التجاريه الكبرى والموردين وتجار الجملة والتجزئة، بما يضمن الوفرة في المعروض من كافة أنواع السلع في 2254 منفذاً بمختلف محافظات الجمهورية بتخفيضات تصل إلى 40%، وسط إشادة كبيرة من المواطنين بهذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. من وقت ما مبادرة كلنا واحد بدأت وكل الأسعار متاحة بأسعار أقل من أسعار اللي بره، والمنتجات اللي موجوده فيها موجوده باسعار كويسه تناسب كل الناس. المبادره بقت معانا في كل مكان وموجوده في جميع انحاء الجمهوريه وموفره سلع كويسه جدا في متناول الجميع. بنحب نشكر سياده الرئيس ان هو دايما بيدعمنا في ان كل السلع تكون متوفره للمواطن بارخص اسعار وان دايما تكون موجوده. مبادره كلنا واحد نفعانا في كل حاجه في بيتنا، يعني كومين، رز، سكر، حتى كنت بجيب لبس لابني في المدارس، كتب، قراريس، شنط. اي مكان بننزل فيه بنلاقي المبادره موجوده. طبعا احنا بنشكر سياده الرئيس ان هو موفر لنا كل السلع بالاسعار الرخيصه جدا. بحب اشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزاره الداخليه على المجهود اللي هم عاملينه، واتمنى المبادره تفضل مستمره. وبالتزامن مع المبادره واصلت منظومه امان توفير السلع الغذائيه وغير الغذائيه باسعار مخفضه من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهوريه، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. كما توفر منظومة أمان عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل إلى 50% عن مثيلاتها بالأسواق. أنا بشكر سيادة الرئيس على المبادرة الحلوة دي اللي عملنا في بورسعيد. أنا بشكر وزارة الداخلية وبشكر الرئيس وبشكر كل واحد اتعاون معانا، عشان احنا كل البلد محتاجة التعاون، يعني بشكر كل الناس اللي بتقدر تعمل حاجة وبتعملها. استمرارية مبادرة كلنا واحد في سعيها المتواصل نحو دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم إنما يأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية وحرصها على دعم المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم. دعم متواصل تقدمه وزارة الداخلية للمواطنين من خلال مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تستهدف إلى توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وهو ما يأتي في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على التخفيف عن كاهل المواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعربت وزارة الخارجية عن خالص التعازي للشعب الإثيوبي الشقيق في ضحايا الانهيارات الأرضية في جنوب البلاد، والتي أسفرت عن مئات القتلى والمفقودين. انتهى الحوار الوطني الثلاثاء الماضي من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وهي قضية الحبس الاحتياطي، والتي ناقشت بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات، وتشمل الموضوعات
مدة وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف المحبوس احتياطيا عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، وكذلك التعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيرا التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه. واستمع ممثل مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والحاضرين إلى كل من وجهات النظر والوضع القانوني القائم حاليا ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى دون مصادرة للرأي أو حجر على فكرة. هذا ويلتقي مجلس الأمناء حاليا أوراق العمل المقدمة من المعنيين من القوى السياسية، وسيقوم بإجراء ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. يواصل معرض الكتاب فعالياته بمحافظة بورسعيد في نسخته السابعة بمشاركة 55 ناشرة. على أنغام السمسمية وفرقة للفنون الشعبية، تشهد محافظة بورسعيد سيمفونية ثقافية بديعة بافتتاح معرض بورسعيد للكتاب في نسخته السابعة، وذلك بمقره أمام المركز الثقافي في شارع طرح البحر ببورسعيد. الافتتاح شهد عدداً من الفقرات الفنية أبرزها فرقة الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجل مقدم. معرض بورسعيد أول معرض من المعارض الصيفية اللي فيها المحافظات، هناك حرص على أن يتواجد الكتاب مع كل مصيفين وأبناء المحافظات الساحلية مع بداية فصل الصيف. معرض بورسعيد للكتاب بالتأكيد السنة السابعة، محافظة متميزة لها تاريخ كبير من النضال، بالإضافة إلى تميزها بأن لديها العديد من الكتاب والمثقفين والمفكرين والإعلاميين والصحفيين من أبناء محافظة بورسعيد الذين يعيشون داخل المحافظة وممن هم من خارج المحافظة، ولذلك بورسعيد حالة متميزة تعبر عن تنوع الثقافة المصري والنسيج الثقافة المصرية. محافظ بورسعيد محب حبشي تفقد أقسام المعرض واطلع على الأنواع المختلفة من الكتب التي يتم عرضها، مشيدا بمستوى تنفيذ المعرض والذي يساهم في نشر المعرفة بين جموع المواطنين. بندعو كل حبايبنا في مصر وبورسعيد بالتحديد حضور المعرض السابع للكتاب في بورسعيد. الحمد لله احنا منذ حصولنا على بورسعيد عاصمة الثقافة فكنا بتبقى في معارض وبعض الفعاليات الثقافية، لأن ثبتنا معرض بورسعيد للكتاب من أول دورة شافوا من الإقبال الجماهيري الغير عادي، فكل دور النشر الحمد لله اتشجعت وجيت هنا بورسعيد وبقت بتتسارع على حجز أماكنها مع الهيئة العامة المصرية للكتاب، وده الواضح الحمد لله النهاردة نفتح الدورة السابعة للكتاب. ولا تكتفي بورسعيد بكونها مدينة باسلة ضربت المثل والقدوة في الحماس والشعلة الوطنية منذ الاحتلال البريطاني وحتى العدوان الثلاثي بعد الاستقلال، وإنما أرادت أن تتقلد وسام الثقافة بهذه الفعالية لنشر المعرفة والوعي بين أبناء المحافظة. بداية معرض الكتاب في بورسعيد في أكثر من دار نشر، في كتاب من بورسعيد نازلين وبيعرضوا كتبهم، وفي كتب لأول مرة بتنزل المعرض. المعرض مناسب جدا لكل الاعمار. احنا مبسوطين اصلا عندنا في بورسعيد معرض كتاب حلو بالشكل دوت، يعني في كمان يعني في كذا حد ناشر من بورسعيد كمان، يعني عرفت ان في اكتر من دار هنا فيها ناس من بورسعيد، فدي حاجه احنا فخورين بيها جدا كبورسعيديه. يعني في كمان ميزه حلوه قوي ان المعرض تقريبا مغطي كل الثقافات، يعني سواء اطفال او كبار، الناس اللي بتحب الروايات. حقيقه المعرض بنسخته الدوريه في محافظه بورسعيد حاجه تشرف، وحاجه الحقيقه المره دي بتتميز بتواجد عدد من الكتاب الشباب بمعرض الكتاب. مشارك النهارده في معرض، يمكن دي سادس مره في المعرض، فرحانه جدا بالمعرض، كل سنه حريص ان انا اشارك في المعرض. الكتب، تنوع الكتب واهميتها حقيقي شيء اساسي في بورسعيد. كتاب انا عملته كتاب تعافي، أول تجربة فردية ليا، ده مش أول معرض يشارك فيه، ده كان شارك في معرض القاهرة الدولي،
وكانت تجربة كويسة بالنسبة لي وحققت وتعرفت بسببها، يعني كانت نتيجة كويسة. مشاركة السنة دي برواية القدر الذي صنعته أنا، اللي بتتكلم عن فكرة القدر وإن إحنا إزاي نتغلب عليه، وفكرة إن إحنا نتغلب عن حاجة صدمتنا أو كده بطريقة فانتازية شوية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام واستكمال نشرة الأخبار. أكد وزير المالية أحمد كوجك أن التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالبلدان النامية يفرض أعباء تمويلية ثقيلة على موازنتها المنهكة نتيجة للتداعيات المترتبة على التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية. أضاف وزير المالية في مداخلته بجلسة التمويل من أجل المناخ والتنمية المستدامة خلال اليوم الثاني لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل أن التغيرات المناخية الحادة والتي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة تمثل تحديا كبيرا أمام تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة خاصة في القطاع الزراعي. حصد فريق طلاب نادي الروبوتات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا على المركز الثاني في مسابقة جو دايف ديربي في دورتها الأولى التي نظمتها العديد من المنظمات الدولية تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي بالجامعة البريطانية بالقاهرة. وأوضحت الجامعة المصرية اليابانية أن فريق طلاب الجامعة نجح في تصميم وتصنيع وبرمجة واختبار غواصة ذات قدرات عالية على تنفيذ المهام المختلفة تحت سطح الماء. علمي جديد حققه فريق طلاب نادي روبوتات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بحصولهم على المركز الثاني في مسابقة جو دايف ديربي في دورتها الأولى. الفريق المكون من 18 طالبا من التخصصات الهندسية المختلفة نجح في تصميم وتصنيع وبرمجة واختبار غواصة ذات قدرات عالية على تنفيذ المهام المختلفة تحت سطح الماء. وتمكنت الغواصة خلال المسابقة من منافسة ابتكارات الفرق الأخرى وإثبات فعاليتها. فكرة الغواصة أو كده كانت لنا من فكرة أن أنت الصعوبات اللي بتقابل الغواصين تحت أو كده أنهم عايزين يوصلوا لقاع البحار من غير ما يبقى فيه خطر على بني آدم، ففكرة أن أنت تبعت روبوت أو كده يستكشف الدنيا ده أسهل وأمن لكل الأطراف. فهي الفكرة جت من هنا وبدأت من أن أنت تبقى في كاميرا تحت تبعت لك ستريمينج فتبقى شايف اللي ظاهر قدامك، يبقى في كنترولر فوق قادر يتحكم كويس في حركة الغواصة دي ولما تبعت لها أمر يبدأ بقى يوصل الغواصة دي كونكتد بالستيشن فوق عن طريق أسلاك، يعني كابل إيثرنت واصل كابل نت واصل من فوق عندنا لحد تحت بيبعت الكوماندز. طبعا حاجة شبه كده يعني كتكنيكاتس وكده من ناحية السوفت وير احنا قدرنا نطورها. من أهم الحاجات اللي احنا كانت مهمة بالنسبة لنا في تصنيع الغواصة هي الماتيريالز من الأدوات التصنيع، من أولها البادي ذات نفسه الجسم، من هو يبقى يقدر يستحمل الضغط العالي تحت المية وإن هو يبقى في نفس الوقت ما يبقاش ولا بيطفو ولا بيغرق، يبقى انسيابي مطرح ما نحطه على أي عمق في المية احنا محتاجينه يفضل ثابت في مكانه، وده بيساعد في الحركة بالذات في الدافعات إن هي تتحرك، وفي نفس الوقت ان هي المساحه بتاعتها والشكل الاساسي بتاعها ان هو يقدر يخش في اماكن ضيقه او اماكن صغيره ومن غير ما يضر البيئه اللي حواليه. اهم حاجه دي برضو كان بالنسبه لنا الامان. الوحش الابيض تم تصنيعها بالاعتماد على الموارد التي توفرها الجامعه ومنافسات الغواصات الاخرى المصممه خصيصا للمشاركه في المسابقه من مختلف الجامعات. رئيس الجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا عمرو عدلي اكد من جانبه أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتشجيع طلابها للمشاركة في مختلف المسابقات المحلية والدولية ذات الصلة بمجالات دراستهم وتقديم الدعم الفني والمالي لهم. احنا في الأساس جامعة بحثية بنهتم جدا بابتكارات الطلاب، عندنا حتى حاضنة بيطلع منها أفكار من الطلاب بتبقى شركات وده حصل قبل كده. نظام التعليم بتاعنا لأن احنا بنتبع نظم التعليم اليابانية
الثانيه. فاحنا التعليم بتاعنا مش التعليم التقليدي طبعا، في استخدام اكتر للمعامل، تدريب الطلاب اكتر على الجوانب العمليه واستخدام كل الاجهزه، وفيها بقى يعني اليات للتعليم مختلفه. التعليم عن طريق اشراك الطلاب في المسابقات، او التعليم عن طريق اشراك الطلاب حتى في مرحله البكالوريوس في بعض الابحاث. الحقيقه انا فخور بالانجاز اللي حققناه بتحقيق المركز الثاني في مسابقه تحدي الغواصات. الحقيقه ده مش نتاج عمل شخص لوحده، ده نتاج فريق كامل ونتاج تحدي الطلبه لنفسها وتحدي الطلبه للمسابقات اللي موجوده، وده مش اول انجاز نحققه، وان شاء الله بنطمح لبعد كده الانجازات اكبر، المركز الاول ومراكز اولى في جميع المسابقات. دعم غير مسبوق تقدمه القياده السياسية لتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مختلف الجامعات لدى الباحثين والمبتكرين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والارتقاء بمكانة ومستوى الخريجين من الجامعات ليكونوا مؤهلين لسوق العمل إقليميا ودوليا. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والواجه البحري وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، وحر رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء ومعتدل رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت في مصر وفي بعض الدول والعواصم العربية والعالمية. بأحوال الطقس ودرجات الحرارة مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية أخبار التاسعة، ولم يتبقى سوى أن نذكر حضراتكم بأهم وأبرز العناوين. اجتماع رباعي لمسؤولين من مصر والولايات المتحدة وقطر بحضور رئيس المخابرات الإسرائيلية بروما الأحد المقبل للوصول لاتفاق هدنة بقطاع غزة. خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي، الأمم المتحدة تؤكد أن مشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن الأونروا تقوض من أسس القانون الدولي. قبيل ساعات من افتتاح الأولمبياد، تخريب شبكة قطارات باريس وتعطل رحلات بالقطار بين باريس ولندن.
نهاية نشرة التاسعة، دمتم في رعاية الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام وطيب المتابعة، ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.